هذا التهجم وهذه البزاء وهذا التطاول منين؟ من الذين يدعون أنهم حملة الإسلام وحملة مشاعل الإيمان. قول السائل إمام الجموع حكم الشريعة، وبالتالي المجموع حكم الشريعة ده يحكم عليه بالكفر، وبالتالي يجب الخروج عن المطار الحاكم الكافر. اغتيال أنور السادات في برنامج الجريمة السياسية الجزء الأول، يعاد بثه السبت في 12:05 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. يوم 15 يوليو 2003 صدرت جريدة الشرق الأوسط تحمل في صدر صفحتها الأولى حوارا مع كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية من داخل سجن العقرب شديد الحراسة. في هذا الحوار فجر كرم زهدي مفاجأة بتصريحه أن السادات قد مات شهيدا في قتال فتنة، وأنه لو عاد به الزمن ما اشترك في قتله. جاء هذا التصريح بعد سنوات من مبادرة وقف العنف التي أعلنها قادة الجماعة من وراء القضبان، والمدعومة بسلسلة من 4 كتب تعلن فيها تراجعها عن الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي بسبب إساءة فهمها لمفهوم الجهاد. البعض قابل هذه التوبة بترحيب شديد، البعض الآخر شكك في صدق النيات واشتم رائحة صفقة ما مع أجهزة الأمن المصرية. لكن من المؤكد أن الجماعة الإسلامية بتصريحها هذا قد أعادت نفسها إلى دائرة الضوء بعد 23 عاما من ارتكابها إحدى أهم حوادث الاغتيال في المنطقة والأولى من نوعها في تاريخ حكام مصر، جريمة اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات. هذا التهجم وهذه البزاء وهذا التطاول منين؟ من الذين يدعون أنهم حملة الإسلام وحملة مشاعل الإيمان. لن يمر. قبل شهر من الاغتيال، وبالتحديد في اليوم 5 سبتمبر 1981، ألقى الرئيس السادات خطابا مرتجلا أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، وذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة. بدا واضحا للجميع من حدة لهجة الخطاب أن الرئيس في حالة عصبية سيئة. منش عايز اضطر أبدا في يوم أني أخذ ضد أولادي الصغيرين المغرر بيهم إجراء، عشان كده مسكت الرؤوس. لكن أولادي الصغيرين المغرر بيهم هديهم الفرصة عشان يفكروا ويعودوا، لأن مش عايز أوسع. إن أنور السادات كان مش عايز أقول عصبي، لكن على أعصابه في الفترة الأخيرة ده حقيقي. ليه؟ لأنه كان قاعد بيستنى وبيتمنى إنه يستلم سيناء كاملة.
في الوقت اللي هو شايل كل المناورات بتاعت الوفد الإسرائيلي والطريقة اللي بيعملوها، وال يعني كان الحقيقة فيه شد وجذب بالنسبة له شديد جدا. ضيف لكده الجماعات الإسلامية هنا كانت عاملة ضغط، الزمر هرب وما عرفش مين تاني، ويعني والتهديدات اللي عمالة توصلنا والحاجات اللي كانت بتحصل، الاجتماعات في الجوامع والشتيمة في رئيس الجمهورية، يعني كل ده، هل ده يعني بقى هو في الوقت ده يعني عصبيا غصب عنه اتشد؟ أنا كانت صلاتي بالرئيس سادات يومية، بمعنى أن أنا بكلمه مرتين ثلاثة في اليوم وأشوفه مرتين ثلاثة في الأسبوع، فعندي فكرة عن الذي يشغله يوم بيوم. كونه في الأيام الأخيرة تاب أو كان عصبي وبدأ يعرق تاني، أنا أفتكر المؤتمر الصحفي اللي عقده في ميتا بكوم لما ضبطوا في المطار فيلم مسجل للصحفي الصهيوني الإنجليزي ديفيد هيرست. في الفيلم ده بيتهم السادات بأنه نازل، يمكن السادات غلط في المؤتمر الصحفي أو بالفعل غلط، لأنه كان عصبي زيادة عن اللزوم وهاجم الشبكات التلفزيونية العربية ونسي أن هذه الشبكات هي التي جعلت منه بطل عالمي، لدرجة أنه كارتر قال له أنت لو رشحت نفسك في أمريكا تكسب الانتخابات، وقالوا له نفس الحكاية دي في إسرائيل. محمد أنور السادات، قصة صعود درامية مدهشة لرجل يتمتع بشخصية كاريزمية شديدة الذكاء. هو محل تقييم متناقض إلى أقصى درجة، عند البعض هو بطل العبور وشهيد السلام، بينما يراه البعض الآخر ديكتاتورا فاسدا وخائنا وعميلا. والأكيد أن شعبية السادات رسمت في فترة حكمه خطا بيانيا غريب الانحناء، وصل يوما إلى أعلى قمة وانتهى يوما في أسفل قاع. سعادة الأمة الجريحة شرفها. فقد استطاع السادات بعد سنوات من تنصيبه رئيسا لمصر أن يحقق لشعبه حلما غاليا أعطى لحكمه شرعية ومكانة في قلوب المصريين، فهو صاحب قرار حرب أكتوبر، وهو القائد الأعلى للجيش المصري الذي حقق أول انتصار في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. في هذا الوقت كان السادات زعيما منتصرا في أوج قوته، وكان نظامه السياسي يثبت جدارته في الحكم. وفي هذه الذروة بدأت جذور الأزمة. بدأت عندما تصور السادات أن بإمكانه اللعب بورقة الدين في معركته مع الناصريين واليسار. ففي عام 74 بدأ جهاز الأمن المصري انتهاج سياسة تدعم التيار الديني وتوفر له حرية لم يعهدها من قبل، وأطلق السادات على نفسه لقب الرئيس المؤمن وأعلن قيام دولة العلم والإيمان. رأى البعض أن الرئيس السادات أراد بهذه الصورة الجديدة أن يسبغ على نفسه صفة ولي الأمر الذي له الطاعة بعد الله ورسوله، وبذلك يضمن تحالف الغالبية المسلمة من المصريين مع نظامه. 74 كانت نقطة حاسمة في تطور العلاقة الدين بالدولة في مصر، من حيث ليست لا أستطيع أن أقول طبيعتها، وإنما أستطيع أن أقول مستويات التكثيف والوظائف، حجم كثافة توظيف الدين في السياسة والأيديولوجية في مصر. ورأينا الاتفاق إخراج الإخوان المسلمين من السجون صفقة ما. هنا نتكلم بقى عن مصلحة مشتركة، مصلحة الرئيس السادات في أن يقضي على رجال عبد الناصر وأن يقضي على رجال السلطة اللي كانوا موجودين، مصلحته في أن تكون له قوة في المجتمع تدعمه. الشيء بشيء أذكر، كانت هناك مصلحة للتيار الإسلامي. المصلحة دي قد تكون للإخوان المسلمين اللي كان مفرج عنهم حديثا من السجون وعاوزين يتواجدوا في المجتمع، وسمح، حط بين قوسين، سمح السادات لرجال الإخوان إنهم يتواجدوا. قد تكون ودي أنا مش هكون محيط بها قوي، لأني لم أشرف بالانتساب إلى الإخوان المسلمين،
قد تكون هناك صلة مباشرة بين السادات والأستاذ عمر التلمساني، وهذا مذاع ومعروف. قد تكون هنا كانت هناك فعلا لقاءات شخصية خاصة بين السادات وبين الأستاذ عمر التلمساني، على ما أسفرت حدود الاتفاق، حدود الصفقة إيه لست أدري على وجه التحديد، لكن دعني الذي أثق فيه أن أحدثك عن الجماعات الإسلامية التي كانت موجودة في الجامعات. لم يكن هناك أي اتفاق، أي لقاء بين السادات وبين رمز من رموز الجماعات الإسلامية. السادات لم يعقد صفقات مع الجماعة الإسلامية ولا مع الإخوان المسلمين. السادات كان بيتعامل بواقعية شديدة، وبالتالي هو كان بيستمر في نفس السياسة اللي هي مستمرة حتى الآن، بمعنى أنه كان بيتيح حركة في إطار ليس سياسيا ولكن أمنيا، هو يعتبر هذا الملف ملفا أمنيا. المذكرات التي نشرت بعد ذلك لزعماء الجماعات الإسلامية اللي كانوا بينشطوا في أسيوط كانوا يتكلمون كيف كانت قادة الجماعات وأمراء الجماعات الإسلامية بين فيهم كرم زهدي وغيرهم يدخلوا على المحافظ بلا إذن، وشخصيات لامعة جدا في المحافظة وتتصرف بشكل علني، وده جزء أيضا مما سبب الأزمة الطائفية. لعب التوازنات دي موجودة في عالم السياسة ومشروعة وبتجيب نتائج أحيانا، لكن مين بقى اللي يمسك بخيوطها كاملة ويتفادى مخاطرها؟ وأنا كان وجهة نظري أنك لا تستطيع أن جماعة أيديولوجية ولها معتقدات معينة تحاربها بجماعة أيديولوجية تانية، مش هيحاربوا لحسابك، كل واحد بيحارب لحسابه. لكن مع نهاية حقبة السبعينيات كان السادات قد فقد رصيده في قلوب أغلب المصريين بعد أن اتخذ سلسلة من القرارات والإجراءات بمنأى عن مستشاريه أدت إلى حالة من تردي الأوضاع على كافة المستويات، فتعالت نبرة الغضب الشعبي على الرئيس السادات، وكان لهذا الغضب أسباب كثيرة. إنما تسمعني الآن أقول أمام أنني زيارته للقدس وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، ومن ثم إعلان المنطقة العربية قطع علاقاتها مع مصر. ظهور قوانين معطلة للحريات وممارسات ضد الديمقراطية، تدهور الأوضاع المعيشية للطبقات الدنيا من جراء الاندفاع العشوائي نحو تطبيق سياسة انفتاح اقتصادي. الثراء الفاحش الغير المشروع لأفراد يلتفون حول النظام في ظل فساد الأداء الحكومي وتغيير أجهزة الرقابة. قرار رفع الدعم عن السلع الأساسية الذي أدى إلى تفجر مظاهرات عام 77 تعلن رفضها النظام الساداتي. كما توترت العلاقة بين السادات ورجال الكنيسة المصرية، واشتعل فتيل فتنة طائفية بوقوع أحداث عنف في منطقة الزاوية الحمراء، فأصبح الشارع المصري متحفظا على استمرار النظام الساداتي. الجماعات الإسلامية أيضا باحت بغضبها على الرئيس، وكانت لها أسبابها الخاصة. التحفظ الأساسي الإسلامي على سلوك السادات أنه نظام يعني بمقاييس الشريعة الإسلامية، مقاييس الإسلام، لا يعتبر نظاما إسلامي، بل بالعكس يعتبر نظاما فاسدا. هو ساعتها يعني بقى هتكلم عن ساعتها يعني. كان طبعا القول السائد إن هو مش بيحكم بالشريعة، وبالتالي اللي مش بيحكم بالشريعة ده بيحكم عليه بالكفر، وبالتالي يجب الخروج عليه لأن الأطاعة للحاكم الكافر ويجب خلعه. الردة عن الحرية النسبية التي كانت أعطيت في عهد السادات في الفترة الأولى اللي هي فترة 76، فبدأت قوانين اللي هي قوانين اللي بنسمها احنا قوانين سيئة السمعة. استقباله لشاه إيران في مصر واستضافته ليه وخرجت المظاهرات في الجامعات الإسلامية في الجامعات عن طريق قادة الجامعات الإسلامية، أيضا الدور الذي كان يعطيه السادات للسيدة حرامة في صياغة الحياة السياسية في مصر، خاصة لأن يتكلم بشكل خاص تعديل قانون الأحوال الشخصية. سلوك أسرة السادات، السادات ومراته أسرته
واستضافة بعض يعني الالتحاق بالقيم الغربية فيما يتصل بهذه الزاوية برضو مثل علامة استفزاز لبعض القطاعات الإسلامية. فكرة العدو القريب والعدو البعيد دي فكرة كانت حاكمة، انه كان متصور اي قضية اخرى خارجية ده عدو بعيد. احنا نبدأ الاول بتخصيص البلاد مع العدو القريب وهو الحاكم الظالم او الجائر او الكافر ايا كان التسمية والتوصيف، وبالتالي نبدأ نفكر في القضايا الاخرى. كنا احنا برضو في هذه المرحلة يعني عايزين نقيم نظام اسلامي كامل بيطبق الشريعة الإسلامية، بيمنع كل مظهر من مظاهر اللي هي ضد الدين. ده كان طبعا السادة ما كانش هيقدر يعمله يعني، او ما كانش موافق عليه. في تقديري انا الشخصي انهم اقدموا على وقعة الاغتيال السادات لانه خان مشروعهم، لانه في فترة ما غازل عواطف هؤلاء الإسلامية والسياسية والدينية الى حد انهم تصور أنهم يمكن أن يكونوا شركاء أو أن يمكن في الحكم أو أن يكونوا مرشحين لمثل هذه الشراكة، ولكن فجوة أن الأمر غير ذلك، أن السادات لعب بهم كما لعب بغيرهم. أردت أن تجرد الحدث من التلوينات التي أصابته. أنا أحكي لك معلومات دقيقة بأن هذه دوافع خالد، هذه دوافع هذه المجموعة، فاختلط فيها أو غالب عليها الدين أكثر من السياسي. الذين أرادوا أن يقرأوا قراءة سياسية لم يقرأوها قراءة صحيحة، هي كانت قراءة مفهوم ديني بين قوسين خاطئ. كانت الجماعات الإسلامية قد تمكنت في تلك السنوات الذهبية من تاريخها من تأسيس شبكة علاقات ومصالح واسعة وبنية تحتية قوية قادرة على إرهاب النظام، فقررت أن تعلن عن وجودها بالتصدي للعدو القريب، وبدأت فكرة إقامة دولة إسلامية أولى خطواتها التخلص من الرئيس. التفكير يعني الجدي للتوجه للعمل المسلح بدأ يتكون سنة 80 عندنا، مع زيادة بقى وتيرة الهجوم من السادات على الجماعات الإسلامية. ابتدى هو كان بيتزايد في هجومه في خطبه، لو نرجعنا في خطبه هنلاقيه بيهاجم. التدابير نفسها بقى الأمنية بدأت تتزايد لتحجيم، فبدأ فكرة بقى إن يبقى فيه جناح ردع. دي بداية الفكرة، جناح ردع فيما لو فكر السادات، زي ما كان بيتكلم هو في ذلك الوقت عن الأنياب، بدأ يتكلم عن الأنياب، أن الديمقراطية لها أنياب. في صيف عام 80 وفي أحد مساجد حي بولاق الدكور، بدأ شاب يدعى محمد عبد السلام فرج في الدعوة إلى إعادة إحياء تنظيم إسلامي باسم الجهاد، وكان من أوائل المجندين شاب اسمه كرم زهدي. طبعا كانت لسه بينشئ تنظيم جديد، خبراتهم مش كبيرة في الناحية التنظيمية، فيكلموا شباب يقولوا لنا ده، بيقولوا لنا تعالوا نضربكم على السلاح، فروح نقول لهم انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ ده كلام غلط. يقول لا ما حصلش، ده كذب، انتوا كده بتحرضوا علينا جيش الأمن. يا عم كرم اللي بتقولوا ده كلام لو صح يبقى خطر عليكم وعلى كل الناس وعلى الحركة الإسلامية. يقول لا ده مش صحيح. يتأول بقى ويكذب علينا، انه عشان طبعا الشباب بيجوا بيقولوا المعلومات، زي بقول لك ما فيش عناصر اختيار، الشباب كلهم سايحين في بعض، لسه ما فيش بلورة. شوية وحصلت حاسة الذهب بتاعت نجا حمادي، فاحنا قلنا ده هم اللي عملوها، لان من ضمن الافكار اللي كان بيقولها لنا كرم واحنا كنا بنعترض عليها، انه لابد نعمل تنظيم مسلح. طب يا عم انت بتتكلم كلام تنظيم ايه وتجيب له منين تمويل؟ يقول لك نجيب من محلات الذهب بتاع النصارى. فقلنا نتريق عليه ونضحك، يعني ايام ما كنا بناخد الموضوع طريقه. هو كان يغضب جدا، هو سريع الغضب ومفعالي وكان بيغضب من كلامنا. يعني الفكرة القديمة اللي كان بيقولها كرم زهد دايما كنا برضو نسخر منها، وهي انه يا عم تغير حكم ازاي؟ يقول لك انا اروح استولي على السلاح ليك بتاع مديرية الامن بتاع المنيا، وبعد نطلع على بني السويف فنحررها مديرية امن السويف، وبعد نطلع لحد قصر الجمهوري في عابدين. حصلت قناعة عند الشباب بالذات ان هو مش هيصل للاهداف بتاعته الا عن طريق العنف، يعني وان الباب مقفول او مغلق للوصول باي طريق اخر. يعني وصل مباحث أمن الدولة أن التنظيم بيتحرك تحركات جادة، الكلام ده كان قبل سبتمبر. تأيدت هذه المعلومات وكانت بتعرض أول بأول بواحد سواق تاكسي كان ركبت معاه مجموعة وراحوا منطقة الهرم، وقال إن دول فهم أنهم بيتدربوا على استعمال سلاح. فكمل وأيد المعلومات اللي شغالة فيها مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت، فاستمر التحريك إلى أن وفقوا إلى تسجيل شريط فيديو صوت وصورة لاجتماع فيه بعض عناصر وقادات تنظيم بيشتروا أسلحة وبيفحصوا السلاح. واحد سأل قال له
تعملوا ايه؟ قال له اول طلعه في سد السادات. جاني هذا الشريط. اللي حصل بقى انه في ذلك الوقت كان التقى مع محمد عبد السلام فرج سنه 80 في جامعه القاهره. كان هو كرم برضه مطلوب القبض عليه، وكنت مطلوب القبض عليه، وكنا مع بعض. فجي تعرف عليه محمد عبد السلام فرج، تعرف عليه مع بعض، وبدا محمد يبدي اعجابه اللي بيحصل في الصعيد تغيير المنكر، واحنا كنا خلاص تحولنا ومرتبطين بالاخوان. فقعدت انا اقول له ده كلام ملوش لازمه وخطا ومش مفيد، وكرم يقول له لا طبعا بيشجعه على ايه، على الحكايه دي. ودرت ان هو خده في رحله الى اسيوط يوري له، قال انا نفسي اشوف المنكر وتتغيروا ازاي على الطبيعه. فخده في رحله الى ايه، اسيوط، وبدا يعرفه الحكايه دي. كان بدا التقارب هذه الفتره لما عرفوا بقى فكره ان احنا ارتبطنا، فعجل بيهم بقى بانه تعالى بقى نحمل مع بعض، احنا جماعه لوحدينا، احنا بنعمل في الصعيد. وهو محمد عبد السلام فرج قال له انا معايا تشكيل وموجود في القاهره وفي وجه بحري. وكان هم مجموعه الصعيد عندهم مشكله ان هم حاسين ان هم في الصعيد بس، فعايزين يبقى لهم رجل في القاهره وفي وجه بحري. فده كان الجزء الثاني. كل ده اعماره قليله جدا في الزمن، ان بتعمل تنظيم تبدا في سنه 80 في اواخرها، في سنه 81 بتفكر في احداث تغيير في نظام الحكم. جاء شهر سبتمبر ايلول عام 81 ملبدا بالغيوم. كانت كل القوى السياسية والوطنية والاجتماعية والدينية في مصر في حالة خصومة مع السادات، فقرر أن يضع نهاية لتلك الحالة من التمرد والعصيان التي باتت تحاصره من كل جانب. وبالفعل اتخذ الرئيس السادات قرارا عنيفا ضد كل الخصوم دفعة واحدة. ففي فجر اليوم الثالث من ذلك الشهر استيقظت مصر على حملة اعتقالات واسعة لعدد تجاوز 1500 من المصريين، كان من بينهم عدد من رموز الصحافة وأساتذة الجامعات ورؤساء الأحزاب ورجال الدين والقيادات النسائية والوزراء السابقين. ما كانش لها داعي الكشوف تطلع بهذه الكيفية على وجه الإطلاق. بجد انا كنت ضدها، يعني انا كنت ضد انور السادات فيها، وكلمت معاه يعني في البيت وقعدت قلت له دي ملهاش لازمه ودي هتجيب لك مشاكل وملهاش اي داعي وكده. فقال لي يا جيهان انت ما تعرفيش ايه يعني في تقارير عنده انا ما اعرفش عنها حاجه طبعا. فقال لي انت ما تعرفيش ايه التقارير اللي عندي وما عندكيش خلفيه على اللي بيحصل، فما تتكلميش في حاجه ما تعرفيهاش. على كثره المرات التي اعتقلت فيها انا كان بيجي ضابط ومخبر ولا اثنين، لا فوجئت بعربيه امن مركزي وناس واقفه على سلم العماره وعدد كبير جدا من الناس بطريقه يعني كان في الواقع شكل من اشكال استعراض القوه وتخويف. كان أول حاجة ياخد الناس على سجن الاستقبال يرميهم في سجن الاستقبال، بعدين يبتدي يوزع. فأنا قعدت لغاية الفجر في سجن الاستقبال، بعدين جم أخدوني من سجن الاستقبال إلى سجن ملحق مزرعة قرى. ففوجئت بإجراءات بتتم لإعداد السجن لاستقبال أعداد ضخمة من المعتقلين. فمنهم واحد مسجون كان دمه خفيف وقاعد على بقى وكان بيجي كده، فكل شوية أقول له إيه في إيه، يقول لي الراجل بره جرى له إيه، ده العربيات عمالة تحول. أنا ما بحملش المسؤولية لحد تاني، مسؤولية أولا وأخيرا أنور السادات، لكن يعني مش في وزراء مسؤولة بتقدم له هذه البيانات؟ رئيس السادات بكل أسف لما خد قرار التحفظ، قرار التحفظ كان فيه كل اتجاهات، اعتقل شنودة واعتقل عمر التلمساني، وقلنا يمكن بمفهوم برضو بلدي شوية إنه لا نعمل توازن زي ما البعض قال أو زي أحد المسؤولين في الأمن ما قال. أنا لم يكن لي يد فيها ولا في اختيار ناس معينة في قارصة طنبر، وده كان لجان موجودة ومن أجهزة مختلفة مش من الداخلية بس. وأنا سأل طب القائمة دي فلان ده يتحط ليه وفلان ده يتحط ليه وفلان ده يتحط ليه، قالوا والله الرئيس السادات سابها بعد كده لأناس هم اللي كملوا القوائم دي. فالتركيبة على بعضها كانت تركيبة تدل أن نحن أمام نظام فقد الرشد بدرجة أنه يشن حملة على يصنع خصومة كاملة مع كل القوى والتيارات السياسية والدينية في المجتمع المصري، ودي ما كانتش عقلية النظام حتى في عهد عبد الناصر وفي عهد السادات نفسه. يعني النظام دائما يختار عدو واحد يركز عليه الحملة ويمكن أن يأخذ هامش لكي يحدث معادلة سياسية من تيارات سياسية أخرى. في الخامس من
سبتمبر وعندما وصل التوتر في مصر إلى درجة الغليان، ألقى الرئيس السادات خطابا عنيف اللهجة صب فيه جام غضبه على كل من حوله، ولم يخل خطابه من السخرية والتهديد وأحيانا زلات اللسان، مما جعل البعض يقول إن الرئيس السادات في هذا اليوم قد وقع بيده شهادة وفاته. في شيء جامع في اسكندرية بيتعرض لي أنا شخصيا وعيلتي، وبعدين في صلاة الجمعة هاجم الحكام الذين أضاعوا القدس، وأضاف بأن الصهيونية والصليبية واليهودية قد ظنوا أن أمة محمد قد ماتت، ولكن الله بعث لهذه الأمة من يجدد حياتها، وناشد بضرورة التمسك بشرع الجهاد. وأضاف أنه لو كانت في مصر حرية لقلنا للرئيس أنور السادات اترك الحكم وقدم استقالته. بعد ما توقف ورحوا له الجماعات الإسلامية قالوا له لا اتكلم على البذاءات والقذرات اللي سمعتوها دي، فراح واتكلم قال ان الشباب المسلم يعني حزين قوي، وانا جاي اخطب لانه لو ما جيتش الدماء هتسيل لان الشباب ناوي. اغلب من شاهد هذا الخطاب شعر بان حكم الرئيس السادات قد اوشك على النهاية، وكان من بين من شاهدوه شاب متدين عمره 24 عاما يعمل ضابطا في الجيش المصري اسمه خالد احمد شوقي الاسلامبولي. حينما ذهب الى بيته في ملوي وجد ان اخوه محمد شوقي الاسلامبولي ممن اعتقلوا في احداث التحفظ، فبكى وفعل وبكى، وكان اختير لتوه واحد من طقم العرض العسكري اللي في يوم 6 اكتوبر. هو الابن الاصغر لاسره من صعيد مصر تنتمي الى الطبقه المتوسطه، تخرج من الكليه الحربيه بتقدير امتياز وعين في سلاح المدفعيه. تم اعتقال اخيه الاكبر بسبب اتصاله بالجماعات الدينيه في اسيوط، وهو الذي كان يبث فيه فكره هذه الجماعات ويلقنه كتابات ابي الاعلى المودودي عن الحاكميه في الاسلام. ده يفصح عن اللي ماشي النهارده التيار الاسلامي اللي بيسموه التيار الاسلامي. الجرأة والبذاء، لكن ليعلم كل هؤلاء انه لنا معهم حساب. بكى خالد وهو يستمع إلى رواية أمه عن اعتقال أخيه الأكبر، أغلق باب غرفته على نفسه وكتب في مذكراته: إن الغنيمة الكبرى لأي مؤمن وخلاصه هو أن يقتل أو يقتل في سبيل الله. شيخ أزهري واخد العالمين ومفروض إنه داعية إسلام، يعني أي كذب إجرام سفالة بذاء. فأبلغوه في الجيش إن الضابط اللي كان هيحضر العرض العسكري ويشغل مكانه زوجته عندها حالة وضع أو حالة مرضية، وأنه اعتذر وقبل اعتذاره. اللي بقراه لكم ده كله، من قامت قيامة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية عشان القبض عليه، وكأن الدنيا خلاص. وقد بلغني والعوز على الراوي أن الذي ندبه وقال أنت في الاستعراض قال كلمة كانت هذه الكلمة إعاذا له بالقتل. اوعى يا ولد تعمل حاجة في الرئيس، انت عاوز تسود عشتك وعشتنا. ودي بقى ايه؟ دي من الجماعات الإسلامية اللي كلهم متفقين، واللي بتوع الجماعة دي اللي برا وراه بيقولوا له قولوا ما تخافش وحنقعدك على المنبر ولا توقفك الحكومة، أو مرمي في السجن زي الكلب زي الكلب.
فبدأت يعني طرأت له فكرة وغضب حينما سمع الشتيمة على الشيخ المحلي. هو نفسه يعني الوقائع من عاش معه قبل موته حكى هذا التفاصيل أنه كان غضب جدا على التطاول بتاع رئيس السادات على الشيوخ زي المحلي وحفظ السلام وآخرين، وعلى الحجاب لما قال عليه خيمة أيضا دي مسألة الصادمة للمشاعر المتدينة. ففكر في فكرة فده كان جهد قدري في الموضوع أن اختيار خال، رغم ان في تقارير امنيه بتتحدث ان خالد له توجهات اسلاميه وان اخوه كذا، ها فهي المساله جت كده، فبدات خالد تسطح في دماغه فكره قتل السادات، ثم بدات المساله تتحرك بهذا الايه بهذا الشكل المؤكد ان فيه بعد قدري. لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. يوم الخميس 24 من سبتمبر قبل أيام من احتفالات أكتوبر اشترك خالد مع وحدته في تمرين على طابور العرض، مر أمام المنصة فتحولت الفكرة إلى قرار. في اليوم التالي ذهب إلى منطقة بولاق الدكرور قاصدا بيت أمير جماعة الجهاد. سلام فرج مهندس كهربائي ألف كتيبا صغيرا بعنوان الفريضة الغائبة يدعو إلى الجهاد، له تأثير كبير على جماعته رغم أنه كان أقلهم شجاعة. تعرف عليه خالد قبل عدة أشهر في مسجد صغير بالمنطقة بصفته صديقا لأخيه الأكبر. في هذه الزيارة عرض خالد فكرته على عبد السلام الذي قابلها بترحيب شديد ووعد بأن يمده بالرجال وبالذخيرة اللازمين لتنفيذ العملية. خالد السنبولي كان متدين أيضا لكن كان غير منظم، كان متأثر بأفكار طه السماوي، سمي نفسه عبد الله السماوي، هو كان عبد الله السماوي بيحرم الشغل في الجيش والرواتبه، وفكر أن يترك الجيش كما فعل صديقه عبد الحميد عبد السلام اللي هو المتهم الثاني. نتيجة آراء الشيخ السماوي ترك عبد الحميد عبد السلام كضابط جيش، فتح مكتبة اسمها ابن تيمية في عين شمس، ونصور ده عمل حلال أكثر من عمله في الجيش اللي هو راتبه حرام. في حين خالد لما فكر بنفس التفكير والده المحامي اللي هو الأستاذ أحمد الشوقي الإسلامبولي وكان مدير الشؤون القانونية في مصنع سكر نجا حمادي أقنعه بأنه ده مش مفيد وانت كده مكانك مؤثر، فاستمر في الخدمة. فعايز أقول إن خالد ما كانش جزء من الجماعة الإسلامية اللي نشأت حديثا دي المسلحة أو الجهادية كما أسميها. موضوع قتل السادات اشترك فيه ثلاث مجموعات، مجموعة الجماعة الإسلامية اللي هي في قبلي اللي كان يتزعمها الشيخ عمر عبد الرحمن، ومجموعة محمد عبد السلام فرج هنا في بحري، ومجموعة اسمها مجموعة محمد سالم الرحال، وكان محمد سالم رحل في هذا الوقت، وبرضه لأسباب قدرية أصبحت أنا تقريبا مسؤول عن الايه عن هذه المجموعات وتسييرها وتدويرها. الغريب أن عبود الزمر ضابط المخابرات الحربية السابق ومسؤول الجناح العسكري في تنظيم الجهاد اتخذ موقفا مخالفا لباقي أعضاء التنظيم. سألته طبعا تكلمنا، فقال لي أنا لا أنا كنت لم أكن موافقا على اختيار السلام، وده كان بالنسبة لي معلومة غريبة. وقال أنا قلت لهم إنه لو أن السادات مقصود بقتله أنا أستطيع أن أقتله في وقت، إني معي عنصر مع ناصر حرس الجمهوري مع سلاح دائما في خزينة أو معمر وأستطيع أن أقتله، لكن القصة إنه لابد أن أحدث استعداد لإحداث تغيير كامل وده لم يكن قد حدث بالفعل. عبود الزمر فعلا كانت لديه تحفظات قوية على هذه الفكرة، والذي يعرف عبود الزمر عن قرب يعرف أنه صاحب رأي. عبود الزمر كان له خطة وضعها لبنية قتالية لهذا التنظيم تستغرق 3 سنوات بعدها يبدأ في وضع الخطوات لمنهجه أو لفكرة قلب الزمر. السر في عدول الزمر عن رأيه غير معروف، ربما أقنعه عبد السلام بأن مقتل فريق الاغتيال المتوقع أثناء التنفيذ سيحول دون كشف التنظيم. مع الأخذ والرد اقتنع، أو يعني عبد محمد عبد السلام فرج هو الذي كان رئيس مجلس الشورى في ذلك الوقت واتخذ القرار. عبود الزمر هو لما هاجموا بيته ظبط فيه اسلحه ومفرقعات بتاع، بس كان مكلف بمأمورية فما كانش في البيت. بعد كده كان مختفي هربان، فطلب يقابل احد اعضاء التنظيم، بعت له واحد بيته وقال له انت مطلوب منك،
تقابل قيادة تنظيمية ما قالوش مين، في ميدان الجيزة، كان محطة الجيزة. راح لقى عبود الظلم قال له المباحث تعرفك؟ قال له لا. قال له طب هنخلي عندك مخزن سلاح. وبعدين قال له تنوين على ايه؟ قال له احنا كشفنا جزء كبير من قياداتنا سقط، جزء من اسلحتنا ظبط وضايعين ضايعين، ولا بد من عملية كبيرة هنعملها. وكان منفعل، بلغت هذا للسيد الرئيس ليلة العرض. لما رشحوا له بعض الافراد كانوا بيعملوا مقابلات، يعني دول دايره العارفين بالفكره دي كلها، واضح انها دايره تتسع. تعرف زي ما يكون واحد مرشح لوظيفه بيجيب له ناس قاعد خالد في حته وبيجيب له محاصصه ناس فرج يقابله بيقول لا ده ينفع ده ما ينفعش. فمن ضمن الناس الروايات بتحكي انه حسين عباس اللي هو كان صول في القوات المسلحه لما شافه قال ده جسمه قليل ما ينفعش، فلما خرج قالوا انك ما تنفعش، فبكى كان نفسه يشترك في الحكايه دي، فقالوا له ده بكى، فقال طب خلاص يبقى اخده لانه ده شكل واحد حريص على الموت. دي شروط نجاح العمليه حسب اختيارات خالد اسطنبول. اخيرا استقر راي خالد على كل من عطا طاي الحميده رحيل 26 عاما ملازم اول مهندس احتياط بالجيش، وحسين عباس محمد 27 عاما رقيب متطوع بالدفاع الشعبي اتصف بكونه قناصا ماهرا، وكلاهما على صلة قوية بعبد السلام فرج دون انتماء مباشر لتنظيم الجهاد. يوم الجمعة 2 أكتوبر يلتقي خالد مع فريق التنفيذ في شقة بمنطقة الألف مسكن مملوكة لأخيه في الرضاعة عبد الحميد عبد السلام، ويبدأ خالد في شرح خطته. لم يكن عبد الحميد موافقا على الاشتراك، كان يشك في نجاح العملية، لكنه عندما رأى حماس خالد وزميليه طلب أن يكون رابعهم. واشترط عبد الحميد أنه ألا يأخذ يعني يشترك مع المجموعة العيال بتوع الصعيد دول، لأنه ما كانش يحب كرم زهدي وكرائي فيهم سلبي. وهذا أنا سمعته من عبد الحميد نفسه قبل هذه الأحداث بفترة، لقيته بيتكلم عنهم بشكل سلبي. استطاع عبد السلام فرج أن يدبر كل القنابل والذخيرة المطلوبة بالتعاون مع عناصر في الجماعات الإسلامية وبسرعة فائقة. احنا في الامن دايما نقول انه يعني اخطر القضايا اللي انت تبقى ساذجة جدا وبسيطة جدا، لانه ما تبقاش في حسابات رجال الامن دايما. بعد هذا الاجتماع افترق الاربعة على ان يتقابلوا في مساء اليوم التالي للتوجه الى موقع الوحدة في استاد القاهرة لتنفيذ العملية. انا من الناس الذين شاركوا في الاغتيال، شاركوا في الاغتيال مش مشاركه ان انا نفذت، لا يعني كنت قريب من حي وعارف ان السادات هيقتلوا وكل هذه الاشياء من قبلها، وعندي قناعه كامله في هذا الوقت ان السادات يستحق ان يقتل. انا حملت رساله في اثناء فتره الهروب اللي اشرت اليها، كنت مع مجدي سالم ورفاعي طهر، وردت الينا من السجن من المشايخ عن طريق عبود الزمر، سربها عن طريق زيارته لمجدي سالم لأهل مجدي سالم إنهم جيران. وخدنا هذه الرسالة وصلناها للأستاذ مصطفى مشهور رحمة الله عليه المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين، تحمل أتاب من مشايخنا وقرابة 13 سبب تبريرا لقتل السادات. في مساء الأحد 4 أكتوبر غادر خالد منزل شقيقته للمرة الأخيرة، وقد ترك لها ورقة دون عليها وصيته. كتب خالد في الوصية: إن الحاكم قد طغى وتجبر، ولا خلاص للأمة إلا بقتله. إننا عقدنا العزم على قتل فرعون مصر، لعل الله ينقذها من الضياع في مصادقة الصهاينة وفساد الروح وخراب الذمم التي أرساها السادات وزوجته. ووقع خالد بن أحمد شوقي الإسلامبولي. في 10 مساء كان حسين عباس وعطا طايل يجلسان في مقهى بميدان الإسماعيلية في منطقة مصر الجديدة. أتى خالد ومعه عبد الحميد عبد السلام بعد أن حلق لحيته، وكانت المجموعة قد ارتدت الملابس العسكرية. كان الاتفاق أن يصحبهم خالد إلى ساحة العرض ليلتحقوا باللواء 333، ثم يجول هو بسيارة عبد الحميد لمدة ربع ساعة، بعدها يعود ليلحق بهم تجنبا لإثارة الشكوك.
لما برجع بذاكرتي للشهر الأخير في حياته بلاقي واحد فعلا مستعجل أنه حيموت، عارف أنه حيموت لدرجة أنه قالها، وكان بيقول لي أنا حقابل ربي بصدر رحب وأنا مطمئن أن أنا أديت واجبي. فكنت أضحك وأقول له يعني ربنا ما اداش أبدا إنسان موعد مقابلته يعني أنه أنت حيقابله وأنت حيموت. فيضحك ويسكت ونغير الكلام ونتكلم. ثلاث مرات يعدها، ثلاث مرات يقول لي هذا الكلام وإحنا بنتمشى في الجنين، لدرجة أن أنا آخر مرة بقيت مستغربة مستغرب. وبعد ما مات فلقيت زي ما يكون بيقول لنا يعني بيحضرنا، وقالها لأولادي مرة واحدة وقالها لي أنا ثلاث مرات. أوزت لم يشعر لحظة ما أنه قد أصبح الآن مرفوضا من المسيح، كان يشعر بعكس ذلك أنه الآن أكثر محبوبية من المصريين، وأنه الحاكم الذي لا يمكن أن يفكر مثل واحد أن يؤذيه، وأنه واثق في شعبه كما كانوا يسميه وفي أبنائه كما كانوا يسميهم، ولذلك أزاح بيديه هو الأسوار الأمنية التي كانت يمكن. خالد ليجد الثلاثة قد دخلوا الوحدة دون أن يقابلوا أدنى عقبة في ذلك. كانت هذه الوحدة تعاني نقصا في عدد الأفراد، وكانت المحاولات اليائسة لسد النقص على ما يبدو سببا في عدم الاهتمام بالتدقيق في إجراءات الإلحاق. فلم يجد خالد فائدة من طلب الإلحاق المزور الذي صنعه فمزقه على الفور. كانت مع خالد حقيبة يد سوداء وضع فيها ذخيرة والقنابل اليدوية الأربع التي استخدمت في الهجوم. إجراءات الأمن اللي اتخذت لا تفيد ولا تجدي أمام مشيئة الله. طب ما عندك في أمريكا ريجن ما ضرب وأصيب رغم إجراءات الأمن اللي بتبقى معمولة في أمريكا، ما بيبقى في حتة. القضايا السياسية أو الأمن السياسي بالذات لا يحتمل التهاون ولا احتمال الخطأ ولا بنسبة 1%، لأنه الخطأ في القضية السياسية قد يترتب عليه تغيير نظام، تغيير المجتمع ككل، قتل رئيس جمهورية زي ما حصل. وبالتالي احنا في الامن السياسي بنقول لا نغتفر الخطأ مهما كان اجراءات الامن المتخذة، مشيئة ربنا نزلت وقدر. يجي ناس يقول لك ده كلام ما يمشيش، ده مش كلام امن، لا، مشيئة ربنا فوق الامن وفوق كل حاجة. الساعة الثانية والنصف من فجر يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، حيث لم تتبقى غير ساعات على بدء العرض العسكري، قام خالد باصطحاب عبد الحميد عبد السلام وعطا طالب وحسين عباس إلى خيمته. كان قد عد 4 أسلحة رشاشة له ولفرقته، وسلاحا خامسا لسائق العربة في العرض، والذي لم تكن لديه أدنى فكرة عن عملية الاغتيال. بتعبئة خزائن السلاح ب200 طلقة، بعضها من طرازا خارق حارق، تحسبا لارتداء الرئيس السادات سترة واقية من الرصاص. حتى هذه اللحظة كانت الأمور تسير وفقا للخطة الموضوعة، لم يقابلوا أي عقبات، الشيء الذي زادهم تفاؤلا بإمكانية نجاح العملية. حالة السخط العام على رئيس الدولة توفر ليس فقط مناخا راضيا عن الاغتيال، لكن أيضا مناخا متغاضيا عما قد يراه من تفاصيل تزعى في اتجاه الاغتيال. ولأن الإجراء الأمني المعتاد هو نزع إبر ضرب النار من الأسلحة المستخدمة في العرض، فقد اتصل عبد السلام فرج بمقدم يخدم في الأسلحة والذخيرة ويدعى ممدوح حسن أبو جبل، وأخبره بما ينوي أن يفعله، ثم طلب منه أن يمده بإبر ضرب نار أخرى ليسلمها خالد إلى قائده. وفعلا قدم له أبو جبل إبر ضرب النار البديلة. المدهش أن هذا الضابط لم يدر جسمه في قائمة المتهمين، واعتبرته النيابة شاهد ملكه. لما عرض عليه الفكرة وقالوا له عايزين إبر ضرب النار، ووجد نفسه إن هو
هيتورط في انه هو بيشترك في تخطيط لقتل رزق ماريا، يبدو انه خد رأي الرؤساء فقالوا سايرهم عشان يمسكوهم متلبسين، يعني وأبت نفسه ان يخون ففعلا سايرهم وجاب لهم ابر ضرب النار. هو ممدوح ابو جبل في الجزء اللي تعاون فيه مع محمد عبد السلام فرج حكايه ابر ضرب النار لا اعتقد انه كان مجندا لاحد في هذا الوقت، لكن هو بعد كده بعد كده طبعا كان في ضغط وفي تعذيب وفي كذا، فعرض علينا يكون شاهد ملك وقبل. خطه الاغتيال نفسها وما صاحبها دل على انها صممت على بطريقه فيها درجه عاليه جدا من السذاجه ودرجه عاليه جدا من المصادفه، كان يمكن ان تنجح او الا تنجح. كان من الممكن لو ما نجحتش هذه العمليه كان من الممكن انها تؤدي الى تداعيات في منتهى الخطوره. في هذا الوقت القصير اللي تم ما بين التفكير في الاغتيال وتنفيذ الاغتيال، يمكن ده احد العوامل التي ساعدت على تنفيذ الاغتيال لانه لم يكن الامر مشاعا، لكن يعارض هذا ايضا ان الناس في الشوارع احيانا في بعض المناطق في القاهره وفي الصعيد كانت تعلم ان السادات سيغتال يوم 6 اكتوبر. وبعد مقتل الأربعة ما كانش هيتم الإعلان عن انتمائهم، لو تم يعني قتل الأربعة ما كانش هيعلن تنظيم الجهاد عن انتمائهم ليه، لأن طبعا ده كان معناه إنه بيكشف نفسه. لم يطلب أحد من خالد تسليم إبر ضرب النار، واكتفى قائده بسؤال شكلي لا أكثر. وفي الوقت نفسه كان عبد الحميد عبد السلام يقوم بتمييز البنادق الآلية المعبأة بالذخيرة الحية، وذلك بدس قطع صغيرة من القماش في فوهة كل سلاح. أنا آخر كلمة قلتها له في التحذير وهو سرح وافتكرت الخط اتقطع بينا، هو بيقول لي ما تقلقش والعيال كل واحد بيفكر ينفذ بجلده وأنا حذرته. قلت له يا ساتر الرئيس، لو ما كناش كشفنا عبود الزمر حكم موقعه وعرفناه كان ممكن يبقى قاعد في المنصة مع سلاحه ضمن المجموعة اللي مفروض بتأمن سيادتك وكلنا تحت رحمته، وعبود مش لوحده معاه ضباط آخرين. ساعتها هو سرح. عمره ما فكر انه هو في العرض العسكري هيقتل ابدا، دي مش ما كانتش، وعارف انه هيقتل وعارف انه هو بعد ما عمل سلام مع اسرائيل عارف انه هو مهدد بالقتل وعارف دي كويس قوي، لكن ما كانش متصور يوم 6 اكتوبر ويوم يعني في وسط ابنائه زي ما كان دايما يقول ان ده اليوم اللي هو هيتقتل فيه ابدا. Thank you.
السادس من أكتوبر تشرين الأول عام 81 استيقظ السادات من نومه في 8:30. وضع يده على جرس قريب من فراشه وضغط عليه لتبدأ طقوس الصباح. نظرة سريعة على صحف الصباح مع كوب من الشاي، التمرينات الرياضية التي تعقبها جلسة تدليك وحمام دافئ. استقبل بعض الاتصالات التليفونية التي لم تخرج عن التهنئة بذكرى يوم العبور، ثم تناول إفطاره الأخير. في ذلك الصباح بدا السادات رائق المزاج، وكانت حالته الصحية جيدة للغاية. هذا ما قاله طبيبه الخاص بعد أن أجرى الكشف اليومي عليه. بعد ذلك بدأ في ارتداء ملابس القائد الأعلى للقوات المسلحة. كانت هناك حلة عسكرية جديدة قد وصلته قبل أيام، وكان السادات قد أشرف بنفسه على تصميمها مستوحيا خطوطها من الأزياء العسكرية لألمانيا النازية، وقد أضاف لها وشاح العدل ونجمة سيناء التي منحها لنفسه. لاحظت السيدة جيهان أن الرئيس قد ارتدى الحلة دون القميص الواقي من الرصاص، فنبهته لذلك. قال لي يعني طب افرضي الرصاصة جات لي في دماغ، عايزاني ألبس حاجة على راسي بالظبط كده. فسكت، يعني أنا كنت نفسي أنه يلبسه، وقعدت ألح يعني مش ملحتش، لحيت. وهو يقول لي بلاش الكلام ده يا جيهان، خليكي مؤمنة بالله، لما بيجي اليوم ما فيش حاجة بتحوش. صنع ذلك القميص الواقي من الرصاص قبل زيارة القدس، وعندما شاهد السادات شريطا مصورا لهذه الزيارة لاحظ أنه يبدو فيه أكثر بدانة بسبب ذلك القميص. في نفس الوقت جاءت مفاجأة أخرى يوم الاغتيال، فالحلة العسكرية الجديدة جاءت ضيقة بعض الشيء، فما عاد من الممكن ارتداء القميص الواقي إلا مع إحدى الحلل القديمة، لكن السادات رفض تلك الفكرة، كان مصمما على أن يكون ظهوره في الاستعراض ناجحا بكل المقاييس. قبيل فجر ذلك اليوم استيقظ خالد الإسلامبولي، أو أنه لم ينم، لكنه قام وأيقظ أفراد وحدته. وفي 6:30 ركبت الأطقم على عربات جر المدفع وتحركت إلى مكان الانتظار استعدادا للعرض. ورتبت المسائل، يعني ما أقدرش أجزم بأنها عمدا أو أنها مصادفة، لكن هي ما جيش مصادفة. رتبت المسائل في العرض بأن آخر كول يكون هو الكول اللي بيقوده خالد إسلامبولي. في تمام 10:00 كان الموكب أمام بيت الرئيس مستعدا لتحرك إلى ساحة العرض. نزل السادات درجات القصر، كان يبدو في أبهى صوره، إلا أنه لم يأخذ معه عصا المارشالية التي اعتاد أن يحملها في مثل تلك المناسبات. كانت موضوعة على مائدة قرب باب الخروج، لكنه لم يلتفت إليها. ربما تعمد ذلك، أو أن الأمر كان مجرد سهو، لكن السادات ما كان لينسى أمرا يتعلق بنفسه وبمظهره على الإطلاق. اعتبرت زوجته أن ذلك كان نذير شؤم. كلمت رئيس السادات الصبح يوم 6 أكتوبر، فبقول له، بيقول لي هتيجي تحضر عرض؟ تقول رئيس لا، أنا هخلص مجلة أكتوبر وإحنا هنسافر تاني، مفروض نحن مسافرين في نفس اليوم رايحين منطقة وادي الراحة في سيناء. فقلت له رئيس انا مش هاجي واتفرج على العرض العسكري، وانا هبعت شنطي ميت ابو كوم، وبعد ما اخلص وكون حضرتك خلصت العرض العسكري والخطبه نتقابل في ميت ابو كوم ونسافر مع بعض الى سينا. خلاص وكويس، وقاعد انا بعمل المجله وقدام التلفزيون. في 11:00 ظهرا بدا العرض العسكري، وبدأ معه العد التنازلي لموت السادات. بدأ العرض دون أن يتم أي تفتيش على الأسلحة المستخدمة، على الرغم من أن 3 جهات منوط بها فعل ذلك: أمن الجيش، ثم أمن المخابرات الحربية، وأخيرا أمن الرئاسة. وبذلك أصبح الطريق ممهدا أمام خالد وفرقته للوصول إلى الضحية. في ذلك اليوم حدثت واقعة لم يكشف عنها إلا بعد سنوات من الحادث، فكانت مفاجأة فجرت الكثير من علامات الاستفهام. ففي صباح يوم 6 أكتوبر كان عدد من رجال أمن الدولة قد حصل على معلومات مؤكدة تتعلق بمخطط سيتم تنفيذه بعد ساعات بهدف اغتيال رئيس الجمهورية أثناء العرض العسكري، مما يعني أن دائرة العارفين بخطة الاغتيال اتسعت أكثر لتضم عددا من رجال الشرطة. الدليل على ذلك ما هو منشور في كتاب فؤاد علام الإخوان وأنا، أهو في هذه الرسالة
نفس الرسالة صفحة 310 311 312 يقول لك ايه؟ فوجئت صباح يوم العرض 6 اكتوبر 81 ده كلام الضابط محمد ادريس رئيس مكتب مباحث امن الدولة في منطقة شبر خيمة. فوجئت صباح يوم العرض 6 اكتوبر 81 بحضور احد مصادري من العناصر المتطرفة. لقد كان هذا المصدر الذي افضل حجب اسمه من انشط العناصر المخترقة لتنظيم الجهاد، وقد تم تجنيده بصعوبة، وكنت اقابله في اماكن سرية للغاية بعيدا عن المكاتب او اي مكان رسمي. لذلك عندما فوجئت به في انتظاري امام مكتبي تملكني الغضب، وقبل ان الومه ابلغني ان مندوبا من القيادة العليا للتنظيم مر عليه في الصباح الباكر وابلغه انه سيتم اليوم اغتيال الرئيس السادات وكبار المسؤولين اثناء العرض العسكري، وسلمه مجموعة من الرايات السوداء عليها شعارات الدولة الإسلامية، وأمره بالخروج بعد العرض بكوادره إلى الشارع للتظاهر وإعلان الدولة الإسلامية. ذهلت من خطورة هذه المعلومات وطلبت منه تكرار ما دار بهذه المقابلة أكثر من مرة، وانطلقت بسيارتي من مكتبي بشبرا إلى مقر الوزارة بلا زغلي وأنا لا أكاد أرى، وقابلت اللواء مطاوع وهتفت به: هل أبلغت بالإخطار الذي أعطيته لك؟ فقال: نعم، لقد أرسلت ضابط برتبة نقيب بخطاب سري للغاية للسيد اللواء فتحي أتى مفتش الفرع الموجود بالعرض. وفجأة دخل علينا النقيب الذي أرسله بالخطاب وهو في حالة يرثى لها، فلما سألناه في نفس واحد هل تم توصيل الرسالة للسيد المفتش أو وزير الداخلية الموجودين بالمنصة، ذكر أنه عانى كثيرا مع الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري لكي يدخل أرض العرض أساسا ومنع. حسب ما سمعنا من السيد نبأ إسماعيل في بعض حديثه في الفضائيات، قال أنا ما وصلتنيش الرسالة. صحيح الفضائيات صورته وهو بيقرأ جواب في محاولة للإيحاء إن هو استلمها، إنما أنا ما أعرفش استلمها أو لا، إنما حسب ما سمعت من كل الضباط إنه ما استلمهاش. دي كارثة. إزاي ما يبقاش في إمكانية الاتصال بالرجل الثاني أو الثالث في الدولة وخصوصا المسؤول عن الأمن في مثل هذه الظروف؟ في الساعة 12:40 وعندما كانت أنظار الحاضرين وعدسات المصورين تتجه إلى السماء لتراقب عرض طائرات الفانتوم، حدثت المفاجأة التي شلت الجميع. ولقد استخدم رجال المدفعية لإكساس مدفعية العدو في حرب رمضان. بعد 31 ثانية انسحب خالد وفرقته بعد أن طووا صفحة من التاريخ على مرأى ومسمع من العالم كله، ولم تكن الذخيرة قد نفدت تماما من أسلحتهم. وأنا بترافع قلت: وما رميت إذ رميت ولكن الله. فخالد بعد مرافع قال لي: قلت الكلام ده منين يا بابا؟ وكل يقول يا بابا قلت له القرآن يا خالد. قال لي: والله هو ده اللي حصل. أنا حطيت إيدي على الزناد بتاع المدفع وما شفت شيء تاني خالص لغاية المدفع مفوت فيه. أبناء هذه التنظيمات بيتسموا دائما بعدة سمات، من بينها السطحية في التفكير، ومن بينها الاندفاع الشديد جدا. دي احدى سمات اعضاء هذه التنظيمات. بالمفهوم ده اقدر اقول لك ان هم نجحوا
انهم يحققوا عملية الاغتيال بالصورة دي، لانه بكل الحسابات لم يكن يتصور واحد انه حيفوتوا من كل هذه السياجات الامنية وينجحوا في اغتيال رئيسهم. هي العملية لو يعني عيد تكرارها مليون مرة مش هتنجح. حقيقي دي الشيء اللي قعدت أنا بعد الحادثة مش عارفة، أنا ولادي يعني مش أنا لوحدي، وعمالين نفكر إزاي دي تفوتهم، إزاي ده الولد اللي نزل إسلامبولي نازل بجزمة كاوتش، مش بس كده يعني، والعرض العسكري الطابور العسكري وبالذات في 6 أكتوبر بيمر بتفتيشات كذا مرحلة مش مرة واحدة، كذا مرة وعلى مراحل. النهاردة في أمور غامضة علي، يعني أنا لا أستطيع أن أتصور أن رئيس الجمهورية يبقى موجود وبعدين الحرس بتاعه اللي واقف قدام المنصة ما يكونش موجود، يعني مش فاهم لغاية النهاردة. هو بطبيعته شجاع وجسور ولا هاب الموت، بطبيعته راجل مؤمن. دليل جم يلبسوا السديري ما رضيش يلبسه، حذرته ما سمعش التحذير، جاء لما حصل الضرب واطلاق النار الحرس نزله في قدامه ساتر خرساني موجود، خد منه معظم موجودين حمايه وقاهم، يوم ينزلوه نفضهم بقوه قام وقف يكلم الوالد. خد خالد المدفع بتاع حسين عباس وماشي وقال لي انا كنت بتمنى على الله ان واحد يضربني عشان اموت شهيد، لان انا عارف ان هتحاكم وحنشني، فتمنيت الشهاده بدلا وتبقى بيد الله مش بيد البشر. فهو ماشي ومعاه مدفع حسين عباس لقى واحد ظابط ومعاه ولد صغنن ابنه، فالظابط ساعه ما شافه معاه المدفع قال له ابنه شاور له على ابنه قال له بتاع مش عارف، قال له ما تخافش مش هعمل فيه حاجه، انا مش هعمل فيه حاجه اتفضل امشي ما تخافش خالص. يقول انا يا دوب خطيت قدامه خطوتين راح ضربني، رحت هذا الضابط اللي كان مروح مش كان بيدافع عن الناس. هم مجموعة مخابرات أمريكية زي ما بيحصل في أي دولة في العالم يحصل فيها حدث أمن كبير بيروحوا شوفوا إيه استفيدوا منه، قالوا لي ده إحنا ما بيجيلنا إشاعات، مجرد إشاعات مش معلومات، عن تحرك إرهابيين في أوروبا لسه ما عدوش الأطلنطي وجم ناحيتنا، بندي ريجن تحذيرات وبينفذها ويمتثل لها لأمن، فما بال أنتم مش إشاعات ولا معلومات، ده أدلة مادية وشريط فيديو قدمته له وما يسمعش كلامكم، تحذروا وما يسمعش كلامكم. قالوا بالظبط كده، he was insisting to commit suicide، ده راجل كان مصر على الانتحار. قلتهم لا، هو راجل مؤمن واحنا في منطقتنا بنؤمن بالقدر وبمشيئة الله،
هو رجل جسور وشجاع ولا هاب الموت، وتاريخه كله يؤكد هذا. خاتمة الرسالة بيقول لك إيه؟ هذا ما حدث بالتفصيل للأمانة والتاريخ، حيث ضاعت 3 ساعات ثمينة بين التردد وسوء التصرف، وضاعت معها حياة الرئيس السادات. والعجيب، وده بقى المهم، أنه لم يحدث أي تحقيق في الموضوع، بل وصل المسؤولون جميعا إلى أعلى المناصب، فوصل مدير مفتش الفرع إلى درجة مساعد أول وزير الداخلية، ووصل مدير الإدارة إلى درجة سفير، وأصبح الأمر مجرد ذكرى، وأحيانا يصبح نادرة للتفكه والمزاح. فقد اعتاد أحد السادة اللواءات بأمن الدولة، وهو حاليا محافظ لإحدى محافظات الصعيد، كلما رآني أن يقول: كنت يا إدريس ستصبح وزيرا للداخلية وكلنا نشتغل عندك، ولكن الله سلم ومات السادات. المقصود اللواء محمد حسن طنطاوي، محافظ سوهاج حاليا. هنا بيبان ان قضية اغتيال السادات لغاية النهاردة مفتوحة، لان مثل هذا الكلام الخطير ان ينشر في مصر وفي مجلة زي روز اليوسف، وما يصدر في كتاب لأحد قادة جهاز مباحث امن الدولة، ولا يتم تحقيق فيه، ده علامة استفهام. ضابط يعرف ان رئيس الجمهورية سيغتال بعد دقائق، وهو في مربع في مسرح العمليات يبعد عنه كيلو او اكثر من كيلو متر، ولا يستطيع ان باي طرف يقول له انه في كارثه هتحصل، وصلني باي حد حتى لو في جهاز اخر يبلغه هذه المعلومه. تقصير جهاز الامن المصري في عمليه اغتيال السادات هذا ثابت ومؤكد، وجهاز الامن في ذلك الوقت يتحمل المسؤوليه كامله. اعترف خالد الإسلامبولي ورفاقه في التحقيقات بأن غياب رد فعل سريع من رجال الأمن كان مفاجأة كبرى بالنسبة لهم، وقالوا إن احتمالات نجاح العملية كانت صفرا عندما اندفعوا من العربة، لكن هذه الاحتمالات أخذت تتزايد وتتزايد كلما نجحوا في التقدم تجاه المنصة دون عائق. ركب الرئيس السادات او ركبوه الطياره كان حي على قيد الحياه، وارادت السيده جيهان انها تركب معاه الطياره منعوها، قالوا لا، وخدوه ودوه مستشفى العسكري، وحاولوا انهم ينبهوا القلب ففتحوا له فتحه عشان يدركوا القلب. انا عندي ارقام سريه، اتصلت ببعض الناس اعرف ايه اللي حصل، ما فيش، عرفتش ارقام التليفونات، كلمت جهات مختلفة لحد ما واحد قال لي ده حد ضرب الرئيس في كتفه ونقلينه دلوقتي مستشفى القوات المسلحة. ورحت على المستشفى، فأحد الدكاترة قال لي ده الرئيس فوق، قلت له أطلع له، قال لي مش ممكن، قلت له هطلع، مش ممكن يعني، هطلع طبعا. أنا سألت الرئيس، نائب الرئيس حسن مبارك، قلت له يا سيادة النائب خير يعني؟ قال إن شاء الله ربنا كريم. سألت النبي إسماعيل، قال لا ربنا يستر. طلعت طبعا شفت الذي يعني يوجع القلب والعقل، حاجة مؤلمة جدا، وشفت بقى البكاء والعويل. أنا شفت ممدوح سالم ده كان رئيس وزراء، أنا لقيته بكى، أنا مشفتش راجل بكى زيه إلا المستشار الألماني هيلموت شميت. هيلموت شميت كان بيبكي في جنازة السادات لدرجة أنه لما رجع ألمانيا دخلوه الإنعاش. في تمام الساعة 8:48 أظهر رسم القلب عدم تسجيل أي نشاط، وأظهر المخ توقفا كاملا تأكيدا لحدوث الوفاة. كانت إذاعتا لندن ومونت كارلو أول من أذاع الخبر. في الوقت نفسه أعلن راديو القاهرة أن عدة رصاصات أطلقت أثناء العرض العسكري في اتجاه المنصة، وأن الرئيس السادات غادر المكان. لم تكن جموع الشعب المصري تعلم بوضوح شيئا عما يحدث في البلاد،
التفوا داخل بيوتهم حول أجهزة الراديو متوجسين خيفة مما قد تأتي به الساعات المقبلة من أخبار. ما هو حجم المتمردين؟ هل هي مقدمة لانقلاب عسكري؟ وهل هناك خطة لمؤامرة خارجية؟ ومن الذي يمسك بزمام الأمور الآن؟ إلى أن جاءت الساعة 9:30 مساء وظهر النائب حسني مبارك على شاشة التلفزيون وتنفس الكثيرون الصعداء. يعجز لساني وقد اختنق بما تموج به مشاعري أن أنعي إلى الأمة المصرية والشعوب العربية والإسلامية والعالم كله الزعيم المناضل البطل أنور السادات. أنا في اليوم ده روحت البيت على الساعة 11 بالليل أو 12 وأنا متوقع أن ممكن يحصل أب في أي وقت، بالرغم أن احنا ملناش أي علاقة بموضوع الاغتيال، لكن متوقعين أن ده أداء وزير الداخلية في أي مناسبة، البس هدومك وتعالى معنا. وصلنا لمن ترى، أنا ما كنتش متوقع أن ممكن يكون في برضو مقدار هذا القدر من الرعب والارتباك. يعني أول ما العربية قربت من باب السجن، الحرس طلع وقف العربية بيطلب كلمة السر، فقال له احنا جايبين ناس للسجن، ما عندكمش تعليمات؟ مش عارفين ان في ناس هتيجي؟ قالوا لا ما احناش عارفين، ومنعونا ان احنا نقرب من باب السجن، منعوا العربية يعني. ففوجئت بناس، يعني بدأت بقى، كنت اول واحد تقريبا انا واللي معايا ده نخش السجن. فخلال نص ساعة لقينا بقى عربيات كتير، كل شوية عربيات تقف وتنزل ناس. عندما فرغ سلاح خالد من الذخيرة أثناء العملية، أخذ من حسين عباس سلاحه وأمره بالانصراف. اندس حسين بين الناس وسار معهم حتى وصل طريق صلاح سالم، فاستقل سيارة أجرة اتجهت به إلى منزله في منطقة الألف مسكن. وعندما تم القبض على المتهمين الثلاثة دون الأخير، تصوروا أن زميلهم قد مات، وهذا التصور جعلهم يترحمون عليه بالاسم أمام سلطات التحقيق التي اكتشفت بالصدفة وجود متهم رابع على قيد الحياة. بعد يومين اقتحموا مسكنه وقبضوا عليه. جاء التقرير الطبي بمفاجأة لم يكن لأحد أن يتخيلها، فبالرغم من إصابة الرئيس السادات بخمس رصاصات منها ثلاث في مقتل، إلا أن السبب الأول الذي جاء في نص تقرير الوفاة الموقع من 11 طبيبا متخصصا كان الوفاة نتيجة لصدمة عصبية شديدة. فهل مات السادات مصدوما في أبنائه الذين أرادوا اغتياله يوم عيده قبل أن يموت بالرصاص؟ لكن عملية اغتيال الرئيس السادات لم تكن إلا الشرارة الأولى لعملية أكبر بدأت مع صلاة عيد الأضحى. كانت الثورة الإيرانية النموذج المحتذى، وكانت محافظة أسيوط نقطة البداية لانطلاق الشرارة الأولى للثورة الإسلامية في مصر، وذلك من خلال تحريك انتفاضة شعبية واسعة يقودها أمراء حركة الجهاد في المحافظات. ففي صباح يوم الخميس 8 أكتوبر 1981 انفجرت أحداث دامية سقط فيها مئات القتلى من الفريقين. لأن التكليفات صدرت للمجموعات في مختلف أنحاء الجمهورية في أداة التنظيم في المحافظات أن ارقبوا قتل السادات على شاشة التلفاز يوم 6 أكتوبر، ولما تشوفوا اللي حصل ده حاولوا تسيطروا على مقر الحكم في كل محافظة. فكرة كرم جهد القديمة عن إحداث التغيير، لما بلاحظ الناس بقى نبدأ نستولي على المحافظات لننطلق منها على القصر الجمهوري في عابدين كما كان يقول سابقا. فبدأ من أسيوط وجمع الناس بالليل بعض مجموعات الشباب، بكرة ستقوم الدولة الإسلامية والتغيير سيحدث، وكان معهم قطع سلاح عدد قليل، كل مجموعة من المجموعات معهم مثلا طبنجة أو حاجة زي كده، يعني أنا على ما أذكر يا قطعتين أليتين وخمس طبنجات هم كل الأسلحة اللي بدأوا بيها. قالك هنهجم على أماكن سلاح نستولي عليها من السلاح ليك في مديرية الأمن ومن الأقسام وكده. هو بدأوا العمليات بالهجوم على بعض الأماكن زي حاسة الفرق الثلاث عربيات المركزي اللي كان عند مسجد ناصر، قسم أول قسم ثاني مديرية التموين
لمديريه الامن، ونجح دخول مديريه الامن وضربوا الضابط العظيم اللي كان مسيحي عميد اللي كان موجود، وبدفع الترشاش فصلت راسه عن جسمه لدرجه انه تصوروا في الاول انه دي ضربه سيف لانها فصلت تماما. اتعمل كردون على مدينه اسيوط ككل، وتعمل كردون على المدن الرئيسيه اللي معروف ان فيها مراكز نشاط لهذه الكردون. استخدم الامن المركزي من اوله لاخره وحصرت، وتقريبا اجري تفتيش دقيق جدا كان من ثماره القبض على اكثر من 150 واحد من قيادات هذه التنظيمات. دول لما استجوبهم ادوا معلومات اوسع وادق عن اماكن بقيه اعضاء التنظيمات واوكارهم، ويعني كان في صراع مع الزمن، وربنا سبحانه وتعالى في النهايه هو اللي وفق في انه كنا في اول نوفمبر مطمئنين بنسبه كبيره جدا ان احنا نجحنا ان احنا فعلا نعمل هذا الاستقرار. كان عندكم مخطط للحكم؟ يعني لو استولتوا على الحكم تعرفوا تديروا البلد ازاي ومين هيتولى ايه ومين ايه؟ لا، احنا ما كانش، احنا نفسنا ما كناش نقوم على الاداره، يعني كان ممكن نستعان بناس لهم اتجاهات اسلاميه يقوموا على الاداره ويكونوا برضو ذو خبره. ولو اختلفتوا معاهم؟ ما احنا لو اختلفنا معهم مش بعد ما يحكموا، لو اختلفتوا معهم كنت هتعملوا في يومين. هي دي المشكلة اللي ما كانش فيه مخطط فعلا. ما كانش فيه مخطط. كان مثلا من ضمن الاشياء ان الحركه الاسلاميه بشبابها اللي كان عمره مثلا يتجاوز، يعني عمره مثلا كان يعني مثلا في حدود دون ال 30 كلهم، انها غير قادره على تحمل مسؤوليه الدوله. يعني انت واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني ومن ثم كان الواحد بيحمد ربنا ان لم يقدر المساله ان تكتمل وتتحمل مسؤوليه الدوله وانك تطرح نموذج اسلامي، وفي الحاله دي كانت هتحصل مهازل كبيره جدا. لو كانوا وصلوا للإذاعة واستولوا على التلفزيون وأذاعوا البيان الإسلامي الأول، بالتأكيد كانوا حينجحوا في الوصول إلى الحكم على الأقل لفترة. ما أقدرش أؤكد لك إيه اللي كان هيحصل، وكان هيبقى رد فعل القوات المسلحة إيه، أو رد فعل الأجهزة الأمنية الأخرى إيه، إنما على الأقل لفترة كانوا هيسيطروا على الحكم. لأنه نحن نعرف انه كان في حالة يعني شحن شديدة للمواطن المصري في هذه المرحلة، وكان في ضيق من امور كثيرة، وكان من يعني في نوع من التمزق النفسي بيعاني منه المواطن المصري. كانوا هيتجاوبوا مع هذه الحركة انا اعتقد لانه احنا بحكم اننا عاطفيين من الناحية الدينية، فكنت أتصور أنه لما هيوزع البيان الإسلامي الأول وحتطلع مجموعات من المساجد بالتأكيد كان هيبقى فيه حركة شعبية. بعد أيام قبض على عبود الزمر، عثر عليه مختبئا في أحد أحياء منطقة الهرم بعد اشتباك عنيف راح ضحيته أحد جنود الأمن، وبذلك وصل عدد أعضاء التنظيم المقبوض عليهم إلى 300 متهم واثنين، وأصبح كل سكان قفص الاتهام من أعضاء التنظيم يتباهى باشتراكه في عملية الاغتيال. اعترفوا بأن التشكيل الذي تمخض عنه حادث المنصة كان مزيجا بين حركة الجهاد وبين الجماعة الإسلامية في صعيد مصر، لكن هناك رأيا آخر يؤكد أن عملية اغتيال السادات كانت مجرد حادث فردي، فخالد الإسلامبولي صاحب الفكرة والعقل المدبر لها لم يكن عضوا في الجماعة الإسلامية ولا في تنظيم الجهاد. مقتل السادات لا ينسى للجماعة الإسلامية ولا جماعة الجهاد، لهم كانوا يتباهوا بأنهم قتلوا السادات. الحقيقة هم اللي مقتلوا السادات، الذي فكر الموضوع مشروع فردي، خالد الإسلامبولي كان مشروعا فرديا لم يكن عضوا في الجماعة الإسلامية.
لكن عرض على افراد وعلى مجموعات منهم عبد الحميد التام الثاني ما كانش عضو وكان ضدهم. والمجموعات هذه او الشخص اللي عرض عليه حسام فرج عرض على المجموعه وساعدت، فما اقدرش اقول ان الفكره بتاعتهم او انهم لوحدهم اصحابها، يتحملوا مسؤوليتها بقدر ما اشتركوا فيها. لكنه وده اللي خلى انا كنت بقول دايما كانوا بيغضبوا بعضهم، كنت اقول ليست فكره، لم تكن مقتل السادات فكره الجماعه الاسلاميه، لكن فكره خالد اسلامبول ابتداء طاروا الصقر بتاعه مع السادات انما مش مع النظام. الجهاد صقره مع النظام، خدت بالك؟ عاوز يشيل النظام الحكم العلماني دوت ويجيب بدل نظام اسلامي، انما ده صقره مع مين؟ مع السادات. ولذلك قتل السادات، ده كان جنب منه الرئيس مبارك، مش كده؟ ده رموز الحكم كلها كانت موجوده في ذلك الوقت، ده دليل على انه بعيد كل البعد عن تنظيم الجهاد، حتى انه ما بيعتنقش حتى فكر الجهاد نفسه. الاعتناق الكامل، لان فكر الجهاد اقامه حكومه اسلاميه، وحكومه اسلاميه هتيجي ازاي لما يشيلوا كل اساطين الحكم اللي موجود؟ ما فكرش يتخلص منه. القول انها كانت عمليه خاصه بعيده عن باقي كوادر التنظيم، انا اعتقد انه كده قول غير صادق، بلاش غير صادق، غير دقيق. ممكن يكون القرار الذي صدر للمجموعات والمحافظات مش متفق عليه، جايز، لكن بصفة شاهد عيان وأنا كنت في ذلك الوقت هارب وشاركني هذا الهرب أخ رفاعة طه قيادي الجماعة الإسلامية البارز والأخ مجدي سالم قيادي الجهاد البارز، في الوقت ده كنا حاجة واحدة، التقسيمات دي ما كانتش موجودة، كنا هربانين، كنا مختبئين في محافظة أسوان في ذلك الوقت، وحضر إلينا أحد الأشخاص بهذا التكليف إن سادات هيقتل في يوم 6 أكتوبر وكل مسؤولين محافظة يتصرفوا. حدد يوم السبت 10 أكتوبر لتجرى فيه مراسم جنازة الرئيس السادات. صباح ذلك اليوم خيم الصمت على القاهرة وخلت شوارعها إلا من رجال الشرطة. طائرة مروحية نقلت الجثمان من المستشفى إلى ساحة العرض، وفي 12:45 في نفس توقيت وقوع الحادث وفي المكان ذاته بدأت طقوس الجنازة وسط إجراءات أمن صارمة وترقب شديد. حضر إلى القاهرة مجموعة من رؤساء أمريكا السابقين، بينما رفضت المخابرات الأمريكية اشتراك الرئيس رونالد ريغان لدواعي أمنية. جاء الوفد الإسرائيلي برئاسة مناحم بيغن، وكان جعفر نميري هو الرئيس العربي الوحيد الذي شارك في الجنازة. عبود الزمر أنه كانت هناك محاولتان لتفجير موكب الجنازة، فقد كان بالنسبة له واجبة أشهى من المنصة، لكن إجراءات الأمن المشددة حالت دون تنفيذ. من أجل كل ذلك فإننا نختار ترشيح السيد محمد حسني مبارك لمنصب رئيس الجمهورية. القدر الهائل والغير المنطقي من المصادفات والثغرات التي تهيأت لعملية اختراق المنصة والسهولة الشديدة في تنفيذ الاغتيال أمور تدعو لا شك إلى الدهشة، مما دفع البعض لتبني نظريات التآمر الخارجي أو تواطؤ الجيش. فهل هذا صحيح؟ أم أن الأمر كان مجرد قصور أمني؟ وكما قال تشرشل، تأتي المشكلة من تراكم الهفوات.
قد يكون مفاجأة، بس أيضا مسألة الكفاءة، حراس الشخصين في موقع العمليات، في التعامل مع المهاجمين بأنه لحد ما يطلع ويزيح برجله ويقلبه على الأرض ويختار ده، بلاش أنت ابعد أنت أنا عايز ده، الأسماء ما من القيادات الموجودة في ذلك الوقت، وما فيش أي درجة من درجات المقاومة، يعني قد تكون مفاجأة واحدة منها بس لا تصل إلى حد. كانت النتيجة أن المنصة لم تبدي أدنى مقاومة لهؤلاء الأشخاص اللي نازلين وهم عارفين أنهم هيستشهدوا وحيلقوا مقاومة شديدة جدا وإلى آخره، لأن الرئيس بيحرص بخمس حراسات. هم القناصة كل سنة بيبقوا موجودين يعني، وده دورهم، وبالعكس الصعقة بتلف وبتيجي قدام. لا، هو اللي قال له ما تقعدش قدام كان في ضابط من ضباطنا احنا الحراسة واقف كده، فقال له اتاخر كده يعني ما توقفش. مين المسؤول عن تأمين المنصة؟ انت هتخش بقى في حاجات انا ما احبش اتكلم فيها. انا المنصة ومنطقة المنصة بخش زي ما قلت 100 مرة، وانت عارف وسمعت وقريت ان انا بخش مدعو زي اي وزير، دي بتعتبر منطقة عسكرية حربية. انا بخش مدعو زي اي وزير، لا عنديش فكرة عن خطط الامن اللي جواها ولا نظامها ولا حاجات. في سلبيات وسلبيات يعني، وانا من المطالبين بضرورة التحقيق في هذه السلبيات واتخاذ إجراء حاسم فيه حتى لا تتكرر مرة أخرى. إذا كان هناك مسؤول أخطأ بإما عن جهل أو عن تراجع أو عن تساهل أو المفروض إن هو يحاسب. المؤامرة واضحة، وأنا شخصيا أوجه اتهام للنبي إسماعيل بأنه كان جزء من عملية مخططة الأمريكان لهم دور فيها، لأنه في بعض الوقائع كانت سابقة على الاغتيال، كانت من وجهة نظر الأمريكان أن رئيس السادات دوره قد انتهى ويجب استبداله، لكن الاستبدال في مصر لأنه لا يتم إلا بالوفاة، وما دامت الوفاة الطبيعية تأخرت فلتكن الوفاة بأيدي قتلة مسموح لهم. والسماح هنا معناه أنك تمرر فعل القاتل. لا، أنا حاضر طبعا الموضوع من الألف للياء يعني، فأستطيع أن أؤكد أنه ما كانش فيه لا مؤامرة ولا مساعدة من أي جهة سواء في الداخل أو الخارج، يعني ما كانش فيه تواطئ مثلا من الجيش أو المخابرات أو حد في السلطة، ما كانش فيه هذا التواطئ أؤكد ذلك، ولا من الجهات الأجنبية. ما قد يحاول البعض أنه يلمح به أو يوحي إليه أو حاجة أن كان فيه تسهيل من الداخل، ده 100% مش ممكن. ثم أنا بسأل سؤال، أين الذين كانوا مسؤولين عن هذا الحدث؟ لم يكن النبي إسماعيل وحده هو المسؤول، هم فين؟ وليه ترقوا كلهم ولبقوا في مناصب تانية؟ ولما لم يحاكموا؟ يعني مش عارفة ايه الامور مشيت ازاي، وليه ما تحاكموش، وليه القائد بتاع الوحدة دي مثلا ما تحاكمش، لانه ازاي يتسرب عنده ناس من برة ويخشوا كده، لكن ده مش شغلي انا. هذا لغز اذا ما كانش حيكشف النهاردة حيكشف بعد فترة، واعتقد انه لما حيبان النتيجة ما هتبقاش كويسة، بس للأسف الشديد القتل الحقيقيين هيكون مدفون. في نوفمبر عام 81 بدأت محاكمة قتلة السادات. 24 متهما قدموا إلى محاكمة عسكرية تبرع بالدفاع فيها أكثر من 30 محاميا، كان من بينهم أقباط ويساريون. اللواء سمير فاضل كان قاضي فاضل، وأي قاضي مطرحه في ظروف مقتل رئيس جمهورية ما كانش ممكن يعطينا أكثر مما أعطانا سمير فاضل. كنا بنقول اللي احنا عايزينه وبنترافع بما نشاء وكل شيء، كل ما في الأمر أن المحكمة كانت في منطقة عسكرية يعني نائية في داخل الجبل، وكنا بنضطر نركب عربية خاصة، عربية عسكرية خاصة، ونخش جوه بتاع. إنما من حيث الضمانات احنا لم نمنع من إننا نقول أي حاجة، إلا هي وقعت اللي مرضيش يسمع فيها مسألة إقامة الحد على ريسكو. الحقيقة ان المحامين في وقتها اللي كانوا شاركوا في الدفاع سواء قتل سادات في القضية العسكرية او في قضيتنا قضية الجهاد، كانت بانوراما. كتير من هؤلاء المحامين جاءوا يصفوا خلافاتهم السياسية مع سادات. كنا بنسمع في المحكمة دفاع، لا
ادعاء ضد السادات وليس دفاعا عنه. استطاع الدفاع أن يحول المحاكمة إلى حلقة جدل فقهي حول مفهوم الحاكمية في الإسلام، عندما أرادوا إثبات أن عملية اغتيال السادات كانت قصاصا شرعيا من حاكم كافر مهدور دمه شرعا، وتحولت محاكمة المتهمين بقتل السادات إلى محاكمة للسادات نفسه. الخروج عن حاكم مسألة مش سهلة، والشعب لا يخرج على حاكم إلا مضطر وبضوابط شرعية صارمة، لأن الخروج على الحاكم قد يؤدي إلى فتنة أشد من فتنة عدم الحكم بأنزل الله، يؤدي إلى حرب أهلية مثلا، يؤدي إلى وهم. كنتش بدعو إلى الخروج على الحاكم، أنا كنت بقدم المبرر اللي سألني فيه عضو اليمين. ودكتور عمر ساعتها أنا قابلته أيضا في السجن وقال بلغ الناس عني أنا يسامحوني وأنا مش موافق ومتضايق مما جرى. كان هو عنده إحساس أنه يأخذ إعدام ومقبل على الموت، فبيرسل رسائل إيجابية لمن هم في الخارج لمن يتابعون الأمر يعني. وهو قال أنا أفتيت بالصيام 60 يوم اللي هو كفرت القتل الخطأ، وصاموا فعلا بس كانوا يخبوا الخبر، وكان بعضهم بيقعد يناقش وبيحتاج على اللي حصل، فكان بيسكته كرامه يقول له يعني ما تكلمش يا فلان، ده أنا وإنت هنطلع لفوق مع بعض يعني هناخد إعدام. لكن المفاجأة الكبرى التي أدهشت الجميع جاءت يوم جلسة النطق بالحكم في قضية تنظيم الجهاد المتهم بمحاولة قلب نظام الحكم. 302 لم يحكم على أي منهم بالإعدام، بينما حكم لعدد 191 منهم بالبراءة. القاضي نظر للدافع وراء الأحداث اللي هو سماه دافع نبيل يعني، ويعتبر هو حكم حكم مخفف مادة 42 دي، يعني المفروض مثلا أنا كنت أخد إعدام مثلا، لكن هو استخدم حكم مخفف لجميع الناس ولم يعطي ولا واحد إعدام. يعني في مكان يعتبر يعني نوع من المخالفة، أو يعني الناس كانت متوقعة، حتى احنا السنة متوقعين مثلا يبقى في 50-60 إعدام مثلا. في سجن الاستئناف صباح يوم الخميس 15 أبريل عام 82 تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في كل من عطا طاي الحميدة رحيل، عبد الحميد عبد السلام عبد العال، محمد عبد السلام فرج. وفي الصباح ذاته نقل الملازم أول خالد الإسلامبولي والرقيب حسين عباس من السجن الحربي إلى ميدان ضرب النار. رفض خالد أن يضع العصابة السوداء على وجهه، دقت الطبول فصوب الجنود بنادقهم على القلب المرسوم فوق سترة الإعدام وأطلقوا النار. وفي إيران أطلقوا اسمه على أحد شوارع العاصمة تخليدا لذكرى. وفي صباح 15 يوليو تموز عام 2003 بعد مضي 22 عاما على يوم الاغتيال، استيقظ الشارع المصري على تصريح في صدور صحف الصباح لزعيم الجماعة الإسلامية كرم زهدي من داخل سجن العقرب شديد الحراسة، والذي فجر فيه مفاجأة بقوله إن السادات مات شهيدا في قتال فتنة، وإنه لو عاد به الزمان ما اشترك في قتله. ده كلام كرم زهدي وكلام معمول يعني في فيما اتصور ان هو يعني جزء من ضغط امن عليه، واعتقد انه حتى مخالف للحركه الوطنيه كلها. انا في لقاء شخصي بيني وبينه ولقاء اخر بيني وبين عبود الزمر بقول لك لاول مره انه هذه الفكره كانت في ذهن كرم زهدي من سنة 81 من وقت اغتيال السادات. بيننا وبين نفسنا كانت في مراجعات بس خدت وقت طويل، لان كان الحياة اللي احنا عاملينها دي كانت تعتبر ثوابت ما يستطيعش اي انسان ان يقترب منها، فاحنا كنا بنقترب بالتدريج ويعني نشتغل فيها شوية ونبطل شوية لما نلاقي التيار اللي ضدنا عالي. لكن ذاكرة الشعب المصري التي حاوت مشهد اغتيال السادات وظلت تسترجعه طوال 24 عاما لم تعد تستسيغ بسهولة تلك الفتاوى التي توزع على الناس ألقاب الكفر والشهادة، والتي تنتقل بهم من أعلى مراتب الجنة إلى أحط بركات الجحيم. الذين فسروها سياسيا مصدومين، لكن طبعا الذين فسروها دينيا لن يكونوا مصدومين، لأنه أصلا فعلا كان خطأ من أول لحظة. الشيخ كرم زهدي يعاني كما يعاني قادة الجماعة الآخرين من عدم الثقة في تحولاته، وفي بعض الأحيان البحث عن الثقة يدفع إلى الجنوح في بعض التقويمات. أظن أن الشيخ كرم زهدي كان يمر بهذه الحالة، قائد في السجن
يشعر أنه يقوم بعمل كبير، يقود جماعة كبيرة، أحدث تحولات مهمة. هذه التحولات حتى الآن غير مصدقة في أوساط الأسير، فماذا يفعل لكي يؤكدها؟ ينتقي أكثر النقاط حرجا فيما يتعلق بالتحول، وهي قتلهم لرئيس سابق، فيقول أن هذا الرئيس ليس كافرا كما كان يقول قبل ذلك، لكنه شهيد، وبالتالي هو ذهب إلى آخر المدى ولا يوجد شيء بعد يقول. بس ده الذي جعل أطرافا أخرى تقول والله بيفقدوا الرصيد السياسي اللي بنوا على أساسهم سمعته، أنه إحنا أحدثنا أهم حدث في التاريخ الحديث، اختاننا رئيس السادات الذي فعل كذا وكذا وكذا، وبدأوا يحملوها تحملات لم تكن في ذهن فاعليها ولم تكن جزءا من تفكيره. الجماعات دي أنا النهاردة أجزم أنهم صادقين فيما يعلنوه الآن. لكن برضو يبقى رأيي الآن ان لو عادت الظروف بالوضع بتاع لن اقل من السادات شهيد، او لن اقل من السادات كان يستحق القتل. الذين قتلوا شهداء قاتل إرادة الله ان يعدموا ان يفوزوا بالشهادة، انا اصفها هذا، هم شهداء الذين قتلوا السادات، احسبهم كذا. إرادة الله تجري على كل حال وعلى كل الخصوم، وقتيل في الجنة وقتيل في النار. لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخنا.